نعم، صباح هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 صباحا أصدرت محكمة الجناية الابتدائية قسم جرائم الأموال قرارا يقضي بإدانة المؤازر السيد رشيد الفايق بستة سنوات سجن النافذة وبغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. كذلك نفس الشيء تم إدانة الأخ ديالو بعقوبة 3 سنوات سجن النافذة كذلك وبغرامة 50 ألف درهم. باقي المتهمين تراوحت العقوبة تم إدانتهم كذلك ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة ونصف سجن النافذة. وطبعا عقوبة 6 سنوات هي عقوبة قاسية، أكيد أن صعب تقبل ديالها من طرف المؤازر، كذلك صعب على الأسرة ديالو تقبل هذه العقوبة ديال 6 سنوات، ربما هي قاسية جدا بالمقارنة على أننا كنا نتمسك ببراءته. وجميع الدفاع أجروا أو قاموا بمرافعات قيمة في مرحلة لهذه المرحلة الابتدائية، طلبوا ببراءة المتهم، ركزوا على انعدام حالة تلبس بالملف، ركزوا على انعدام وجود يعني أدلة حقيقية أو أدلة قانونية يمكن اعتمادها لإدانة المتهم. طبعا كان مفاجئ القرار ديال الإدانة ب6 سنوات، وكان مفاجئا أكثر على المتهم نفسه وعلى الأسرة ديال المتهم. بطبيعة الحال نحن سوف نتشبث بمطالبة ببراءة المتهم، سوف نستأنف القرار خلال 10 أيام الموالية، سوف نستعد للمرحلة الاستنافية، سوف نطلع على القرار الابتدائي، سوف نطلع على الحيثيات التي اعتمد عليها هذا القرار، كذلك سوف نطلع على التعليل الذي ركز عليه القرار في إدانة المؤازر، وسوف نستعد للمرحلة الاستنافية لمطالبة ببراءة المتهم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع صباح هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 صباحا أصدرت محكمة الجناية الابتدائية قسم جرائم الأموال قرارا يقضي بإدانة المؤازر السيد رشيد الفايق ب6 سنوات سجن النافذة وبغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. كذلك نفس الشيء تم إدانة الأخ ديالو بعقوبة 3 سنوات سجن النافذة كذلك وبغرامة 50 ألف درهم. باقي المتهمين تراوحت العقوبة تم إدانتهم كذلك ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة ونصف سجن النافذة. وطبعا عقوبة 6 سنوات هي عقوبة قاسية، أكيد أن صعب تقبل ديالها من طرف المؤازر، كذلك صعب على الأسرة ديالو تقبل هذه العقوبة ديال 6 سنوات، ربما هي قاسية جدا بالمقارنة على أننا كنا نتمسك ببراءته. وجميع الدفاع أجروا أو قاموا بمرافعات قيمة في مرحلة لهذه المرحلة الابتدائية، طلبوا ببراءة المتهم، ركزوا على انعدام حالة تلبس بالملف، ركزوا على انعدام وجود يعني أدلة حقيقية أو أدلة قانونية يمكن اعتمادها لإدانة المتهم. طبعا كان مفاجئ القرار ديال الإدانة ب6 سنوات، وكان مفاجئا أكثر على المتهم نفسه وعلى الأسرة ديال المتهم. بطبيعة الحال نحن سوف نتشبث بمطالبة ببراءة المتهم، سوف نستأنف القرار خلال 10 أيام الموالية، سوف نستعد للمرحلة الاستنافية، سوف نطلع على القرار الابتدائي، سوف نطلع على الحيثيات التي اعتمد عليها هذا القرار، كذلك سوف نطلع على التعليل الذي ركز عليه القرار في إدانة المؤازر، وسوف نستعد للمرحلة الاستنافية لمطالبة ببراءة المتهم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحات. نعم. نعم، صباح هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 صباحا أصدرت محكمة الجناية الابتدائية قسم جرائم الأموال قرارا يقضي بإدانة المؤازر السيد رشيد الفايق ب6 سنوات سجن النافذة وبغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. كذلك نفس الشيء تم إدانة الأخ ديالو بعقوبة 3 سنوات سجن النافذة كذلك وبغرامة 50 ألف درهم. باقي المتهمين تراوحت العقوبة تم إدانتهم كذلك ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين
ستة أشهر وسنة ونصف سجن النافذة. وطبعا عقوبة ديال 6 سنوات هي عقوبة قاسية، أكيد أن صعب التقبل ديالها من طرف المؤازر، كذلك صعب على الأسرة ديالو تقبل هذه العقوبة ديال 6 سنوات، ربما هي قاسية جدا بالمقارنة على أننا كنا نتمسك ببراءته. وجميع الدفاع أجروا أو قاموا بمرافعات قيمة في مرحلة لهذه المرحلة الابتدائية، طالبوا ببراءة المتهم، ركزوا على انعدام حالة تلبس بالملف، ركزوا على انعدام وجود يعني أدلة حقيقية أو أدلة قانونية يمكن اعتمادها لإدانة المتهم. طبعا كان مفاجئ القرار ديال الإدانة ب6 سنوات، وكان مفاجئا أكثر على المتهم نفسه وعلى الأسرة ديال المتهم. بطبيعة الحال نحن سوف نتشبت بمطالبة ببراءة المتهم، سوف نستأنف القرار خلال 10 أيام الموالية، سوف نستعد للمرحلة الاستنافية، سوف نطلع على القرار الابتدائي، سوف نطلع على الحيثيات التي اعتمد عليها هذا القرار، كذلك سوف نطلع على التعليل الذي ركز عليه القرار في إدانة المؤازر، وسوف نستعد للمرحلة الاستنافية لمطالبة ببراءة المتهم. ما تنساوش تشتركوا معنا. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، معكم في البث المباشر هنا من مدينة فاس. أكيد سمعتم التصريح ديال خالد البقالي المحامي ديال رئيس جامعة ولاد الطيب السابق المتهم، مجموعة من التهم وطبيعة الحال اللي صدر الآن حكم يعني في هذا يعني القضية هذه اللي أثارت جدلا واسعا متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذن سمعتوا التصريح ديال الأستاذ خالد البقالي عن هيئة الدفاع راشد الفايق رئيس السابق ديال جامعة ولاد الطيب، واللي هذا الملف تبعته القناة ديال شوف تيفي منذ الأول يعني ديال أولى الجلسات، ف يعني جلسات ماراطونية بعد منها تم الحكم على الرئيس السابق ديال جامعة ولاد الطيب يعني 6 سنوات سجن نافذ و100 مليون سنتيم. الأخ ديالو تم حكم عليه ب 3 سنوات وكذلك 5 مليون ديال السنتيم. كما سمعتوا عن هيئة الدفاع للمتهمين، فسوف يتم استئناف الحكم، عندهم 10 أيام باش يستأنفوا الحكم. وكتسمعوا التشبث ديالهم، هم كيقولوا حسب التعبير ديالهم بالبراءة ديال المتهم. سمعوا نعاودوا نسمعوا مرة أخرى متابعينا الكرام التصريح ديال الأستاذ خالد البقالي عن هيئة الدفاع رشيد الفايق، وشنو الآراء ديالكم متابعينا الكرام، خليهم لنا من خلال التعليق. نعم، صباح هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 صباحا أصدرت محكمة الجناية الابتدائية قسم جرائم الأموال قرارا يقضي بإدانة المؤازر السيد رشيد الفايق ب6 سنوات سجن نافذة وبغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. كذلك نفس الشيء تم إدانة الأخ ديالو بعقوبة 3 سنوات سجن نافذا كذلك وبغرامة 50 ألف درهم. باقي المتهمين تراوحت العقوبة، تم إدانتهم كذلك ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة ونصف سجن نافذة. وطبعا عقوبة ديال 6 سنوات هي عقوبة قاسية، أكيد أن صعب التقبل ديالها من طرف المؤازر، كذلك صعب على الأسرة ديالو تقبل هذه العقوبة ديال 6 سنوات، ربما هي قاسية جدا بالمقارنة على أننا كنا نتمسك ببراءته. وجميع الدفاع أجروا أو قاموا بمرافعات قيمة في مرحلة لهذه المرحلة الابتدائية، طالبوا ببراءة المتهم، ركزوا على انعدام حالة تلبس بالملف، ركزوا على انعدام وجود يعني أدلة حقيقية أو أدلة قانونية يمكن اعتمادها لإدانة المتهم. طبعا كان مفاجئ القرار ديال الإدانة ب6 سنوات، وكان مفاجئا أكثر على المتهم نفسه وعلى الأسرة ديال المتهم. بطبيعة الحال نحن سوف نتشبث بمطالبة ببراءة المتهم، سوف نستأنف القرار خلال 10 أيام الموالية، سوف نستعد للمرحلة الاستئنافية، سوف نطلع على القرار الابتدائي، سوف نطلع على الحيثيات التي اعتمد عليها هذا القرار، كذلك سوف نطلع على التعليل الذي ركز عليه القرار في إدانة المؤازر، وسوف نستعد للمرحلة الاستئنافية لمطالبة ببراءة المتهم.
نعم، صباح هذا اليوم حوالي الساعة 8:30 صباحا أصدرت محكمة الجنائية الابتدائية قسم جرائم الأموال قرارا يقضي بإدانة المؤازر السيد رشيد الفايق بستة سنوات سجن النافذة وبغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. كذلك نفس الشيء تم إدانة الأخ ديالو بعقوبة 3 سنوات سجن النافذة كذلك وبغرامة 50 ألف درهم. باقي المتهمين تراوحت العقوبة تم إدانتهم كذلك ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة ونصف سجن النافذة. وطبعا عقوبة 6 سنوات هي عقوبة قاسية، أكيد أن صعب التقبل ديالها من طرف المؤازر، كذلك صعب على الأسرة ديالو تقبل هذه العقوبة ديال 6 سنوات، ربما هي قاسية جدا بالمقارنة على أننا كنا نتمسك ببراءته. وجميع الدفاع أجروا أو قاموا بمرافعات قيمة في مرحلة هذه المرحلة الابتدائية، طلبوا ببراءة المتهم، ركزوا على انعدام حالة تلبس بالملف، ركزوا على انعدام وجود يعني أدلة حقيقية أو أدلة قانونية يمكن اعتمادها لإدانة المتهم. طبعا كان مفاجئ القرار ديال الإدانة ب6 سنوات، وكان مفاجئ أكثر على المتهم نفسه وعلى الأسرة ديال المتهم. بطبيعة الحال نحن سوف نتشبث بمطالبة ببراءة المتهم، سوف نستأنف القرار خلال 10 أيام الموالية. سوف نستعد للمرحلة الاستئنافية، سوف نطلع على القرار الابتدائي، سوف نطلع على الحيثيات التي اعتمد عليها هذا القرار، كذلك سوف نطلع على التعليل الذي ركز عليه القرار في إدانة المؤازر، وسوف نستعد للمرحلة الاستئنافية لمطالبة ببراءة المتهم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.